مؤسسه اللي هي نقابه الصحفيين دي مؤسسه عريقه ما ينفعش تقوي جواها ناس ما ينفعش خلاص. فاحنا من البدايه خالص قلنا يا جماعه الكلام ده غلط. النقابه مش من حق الدوله او مش من حق الحكومه او مش من حق النظام انه يدخل يقتحم ويفتش النقابه بدون وجع حق خلاص، ولا ينفع انه يخش بدون ما يبقى معه عضو نيابه. ايوه، انما لما يكون في قرار ضبط واحضار والمعلومه وارده انه الناس المضبوط مطلوب ضبطهم واحضارهم جوه المكان ده، وانه نقيب الصحفيين يعلم وهو اللي بيقول لا ما بلاش خلاص، ما ينفعش يا جماعه. يبقى انت كده بتخترق القانون، لانه من ضمن القوانين المنظمه انه لما يكون في ضبط واحضار بتجيب المتهم اينما وجد. صح. فدي ملوش دعوه بتفتيش النقابه. انت حولت القضيه للراي عام وهم بيحاولوا يسروها بشكل تاني عشان يحاولوا يكسبوا اصوات في الانتخابات اللي جايه. يا جماعه الموضوع مش اصوات انتخابيه، الموضوع القادر على انه يقود نقابه الصحفيين يتفضل يقود، لانه فعلا النقابه في حاجه الى قياده.